عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة منال. أنا دلوقتي متجوزة بقالي 5 سنين. جوزي كل ما أجي أقول له عايز حاجة يكسر فيها وما يجيبليش أي حاجة، يعني أكل، شرب، لبس، إيجار. لو احتاج العيال أحتاج مصاريف ما يرضاش يديني. أمال مين يا أستاذة منال اللي بيصرف؟ دي حماتي. حماتك يعني والدة حماتي زوجك؟ أيوة ولد الجوز، هي اللي بتصرف في البيت. هي بتصرف، وهو أصلا عامة هو بيدي الفلوس اللي بيشتغلها لحماتي. يعني هو نائل النفقة بيديها هو الفلوس وهي تنفق. أيوة هي تنفق، بس تمام. يعني لو أي حد في المتجوزين معايا في البيت طلب حاجة بيدونهم على طول إلا أنا. فأنا والله العظيم يعني الحمد انتوا بيت لله عيلة ربنا بقى صح يبارك. كده؟ قاعدين في بيت ايه؟ عيلة. الو؟ قاعدين في بيت عيلة صح كده؟ ايوه صح، قاعدين في بيت عيلة. طب الأكل والشرب بيبقى عند حماتك برضو؟ ايوه هي حماتي اللي جايبة كل الاكل والشرب، بس هي لو هي واخدة بنت اختها وبنت اخوها، تمام. يعني التنين التانيين قرايبها، انا مش طيب قريبتها، انا مش طيب قريبتها يعني. سؤال حضرتك بس بقى بالظبط ايه يا أستاذة منال؟ سؤالي لو انا يعني ده حرام ولا حلال؟ يعني مثلا ده شقه جوز، هم كلهم رامين مع حماتي، يعني كل اللي بيشتغل بيدي فلوس لحماتي، ايوه حماتي منصفه. فانا لما اقول لها مثلا عايزه لي يا حماتي اكسي عيالي، اكسي انا، اجيب لي حاجه، يقول لي لا انت دلوقتي ثم بتاكلي وتشربي مالكيش حاجه علينا تاني، روحي الناس ابوكي. روح مع ان لناسك عشان ايه؟ عشان يصرفوا يدولها عليكي في يعني. ايه؟ يدولها يعني بقى تجيب لبس يدوني الحاجة وكده. اللي انت ادوب بتاكلي وتشربي خلاص وجوزك ثم ده بتاكلي نفس موقف جوزك برضو، يعني هو بيقول ولما لك جوزي بيقول لي ثم بطنك معباية عيش ومية خلاص، انا مش مسؤول اكتر من كده. بس يعني حريم اخواته لو واحدة طلبت مثلا معلش في الكلمة لو مش يروح يجيبوها لها. طيب انت بقى عاوزة تسألي عن ايه يا استاذة منال؟ ان انت عايز عاوزة اسال تعملي ده ايه حلال ولا حرام؟ عشان اللي انا لما بيعملوه جيت معاها، يعني اتكلم حلال ولا حرام كده يا شيخ احمد؟ أيه. ولما جيت لا ده اتكلم طبعا يعني قطعا لا يجوز، لان الرجل يعني مكلف بنفقة زوجته في هذا كله، نعم الشيخ احمد هيوضح لك بالظبط يا استاذة منال. وهذا الاسلوب في التعامل لا يجوز طبعا. ولكن احنا بنحاول ان احنا في مثل هذه المشكلات نتعامل بالحكمة عشان ما نخربش البيت. يعني بنجيب الزوج وننصحه ونبين له، وإن العقيدة بتاعته دي في إن الكلمة اللي هي قالتها أو العبارة إن مش هو دي الشريعة الإسلامية، وإن الشريعة أمرت بالنفقة في كافة شؤون وجوانب الحياة. نعم مش هو أكل وشرب بس مش زي ما هو هو، بيقول أو زي ما لا ده حماتها هي بتقول. بتقول حتى الأكل والشرب، يعني اللي هنطعمه لك هو ده اللي تقبلي بيه وخلاص. فمش كده، لا الأمر مش كده. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. ورحمة، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال الرجال قوامون على النساء. قوامون يعني قائمون، على شؤونه. مكلفون. سؤال يا نعم. شيخ احمد، هل الصوره دي هنا كده جائزه؟ فكره ان انا كراجل مثلا ذمتي الماليه اوجهها لوالدتي، وتبقى مراتي بدل ما بتطلب مني انا بتطلب مثلا من والدتي، او يعني ولا الافضل ان احنا ازاي نضبط العلاقه هو بين دي اعراف، مش عاوزين ان احنا نكسر الاعراف. نعم عرف ال حتى لو هي متضرره، يعني هي نفسها ما متضرره هو تقول لك ما هو لها ان ينفق عليها. خدت بالك؟ ايوه شؤون الأسرة دي إن هم بقى إدارة الأموال فيها بقت بالشكل الفلاني، مراعاة لبيت العيلة، هي اللي ايوه بتبني، هي اللي بتسدد يعني احنا عشنا حتى في المدن مش في نعم القرى، نعم شفنا كبير العيلة جده هو ايوه اللي بيدفع كل حاجة، ايوه هو اللي متكفل بالأكل والشرب والمصاريف المدارس ومصاريف الدروس وكل حاجة. نعم خدت بال حضرتك؟ فهو ده سلو العيلة، نظام الأسرة، نظام الإدارة. لكن ده لا يعني أن نظلم الأفراد ونظلم الزوجات ونظلم الـ الأحفاد. ما ينفعش. أنا ربنا سبحانه وتعالى ولاني على هذه الأسرة، وأنا الكبيرة بتاعتها، ما عندناش مشكلة، ولكن ما نظلمش يجي ما نظلمش. الظلم لا يجوز، نعم أو الظلم حرام، وتعاملها الظلم زي ظلمات. بنتها،
زي ما بنقول كده، او يعني ايه، علشان زي ما انا ببقى حريص على مصلحه بنتي وحريص على مصلحه ابني، فبرضه حريصين على مصلحه اولاد الناس وبنات الناس. شوف احنا ممكن نوجه كلمة واحدة نعم. في جملة واحدة نعم. نقول لهذه المرأة الكريمة اللي هي حماتها، نقول لها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله. يعني إيه؟ يعني حطي بنتك مكانها. هل تحبين أن تعامل بما تعاملين به هذه الزوجة، زوجة نعم. ابنك، ولا لا؟ بس كده، بس كده، جميل كده.